قانون التصالح. طبعا قانون التصالح ده مسبب جدل كبير جدا ما بين الناس في التوقيت الحالي، وفي معلومات مغلوطه منتشره ومتداوله ما بين الناس. من ضمن المعلومات دي يقول لك ان اي حد القضايا بتاعته الخاصه بالمباني يعني حصل على براءه او انقضاء دعوه جنائيه، القضايا انتهت في المحاكم، فده هيعيدوا فتح القضايا دي تاني عشان خاطر يجبروا الناس ان هم يقدموا على طلبات تصالح. المعلومة دي مغلوطة، لان ما ينفعش قانونا تعيد فتح يعني قضية في مواعيد اجرائية، المواعيد دي عدت، فما ينفعش يكون في اجراء يعني صارخ بالقانون بالشكل ده. فبالتالي الحاجة بقى اللي انا عايز اتكلم عنها واللي هي الاساسية في الفيديو ده واللي بتمنى ان كل الناس تتابعها، وهي دي اللي هتجبرهم او تخليهم ان هم يقدموا على طلبات تصالح. طبعا مفهوم ان اي حد صادر ضده احكام فبالتالي مجبر ان هو يقدم على طلب تصالح عشان ينهي القضايا الخاصه بيه في المحاكم. لكن اللي حصل على براءات ده او القضايا بتاعته انتهت، ايه اللي يجبره؟ اول حاجه ان اي حد بيجي يبني بتعمل له عده محاضر مختلفه، بالاضافه الى صدور قرار بالازاله. هو ده بقى هنا مربط الفرس، قرار الإزالة. فبالتالي اللي صادر ضده أحكام يعني مضطر، أما اللي القضايا الخاصة بيه انتهت في المحاكم مازال قرار الإزالة مفتوح، وهو ده اللي بيجبرك إن أنت تقدم على طلبات التصالح. طبعا انا بتكلم بشكل عام ويعني مجرد توعيه للناس، لكن في تفاصيل تانية كتير جدا خاصه بقرار الازاله، ولان كل مركز قانوني مختلف عن التاني، كل حاله مختلفه عن التانية، لكن اللي يهمني ان انا اوضح للناس النقطه دي عشان خاطر في ناس تكون حصلت على احكام بالبراءات وموضوعهم انتهى، فيعني بيكونوا مطمنين ويعدي فتره التصالح اللي هي اخرها 30/9/2020، وبعد كده يتفاجئوا ان في مشكله بتواجههم وان خلاص باب التصالح قفل. فبالتالي بنصحهم ان هم يتابعوا قرارات الازاله الخاصه بيهم برغم ان القضايا انتهت، لان القضايا دي بتكون شخصيه، يعني صدر حكم بالحبس على مرتكب الجريمه، العقوبه شخصيه. فبالتالي انت يعني الجرائم دي انتهت في حقك او الاحكام دي انتهت في حقك لكن المبنى مازال مخالف والقرار الازاله مازال مفتوح. فبالتالي هي دي النقطه اللي انت يعني تهتم بيها وتركز معاها عشان ما يعديش الفتره وزي ما قلت والناس تتورط بعد كده. تعالوا بقى نتكلم في جزئيه ثانيه وسريعه، وهي خاصه بمشكله موجوده في القانون ده، واتكلمت فيها او اتكلمت عنها قبل كده، وهي خاصه بمحاضر التجريف والتبوير والبناء على ارض زراعيه. فهعيد عن سماع حضراتكم سريعا كده المشكله وان ليه يعني مسببه جدل كبير جدا، لان نسبه كتير من الناس معمول لها محاضر تجريف وتبوير، فدي هتمتنع ان هي تقدم على طلبات تصالح او مش هتستفيد، هتقول لك انا هصطلح في المبنى والارض تزال معلقه بالمخالفات، فده امر لا يستقيم. تعالوا بقى نتكلم بقى عن القانون. القانون حدد 8 حالات لا يجوز التصالح معاها. الحاله الثامنه وهي البناء خارج الاحوزه العمرانيه، يعني اي حد يبني خارج الحيز العمراني ده لا يجوز التصالح معاه، وخارج الحيز العمراني ده قد تكون ارض زراعيه، ولكن استثنى منهم 3 حالات. الحاله الاولى هي خاصه بالمشروعات الحكوميه، الحاله الثانيه برضو ما تخصناش، الحاله الثالثه وهي اللي تخص الناس، وقال كده بالظبط الكتل السكانيه المتاخمه من القرى والمدن وضواحيها. فبالتالي اللي خارج الحيز العمراني من الكتل المتاخمه اللي هي القريبه دي يجوز التصالح معاه، وده كمان مشروط انه يكون قبل التصوير الجوي الحاصل في 22/7/2017. فبالتالي الشروط لو متوفره اكيد زي ما قلت خارج الحيز دي قد تكون ارض زراعيه، فبالتالي حصل تجريف وحصل تبوير بالاضافه الى الاعمال. فيا ريت النقطه دي تكون واضحه بشكل اكبر من كده، عشان لغايه دلوقتي في ناس كتيره جدا عايزه تقدم وممتنعه عشان السبب ده. نسبه كبيره جدا من الناس معمول لها محاضر تجريف وتبوير، وانا بتكلم مش على يعني كل اللي بان على ارض زراعيه ولا الموضوع على اطلاقه، ولكن بتكلم في الشروط المستثناه او الوارده في القانون. فياريت ناخد بالنا من النقطه دي، ويعني يا رب تكون المعلومه مفيده بالنسبه لكم. والسلام عليكم ورحمه الله.